كما قررت اخر الملف ديال السي محمد بوصفيحه الى جلسه 26/6 وذلك قصد الاطلاع على تقرير الخبره اللي دات به النيابه العامه بعد ما الدفاع التمس من المحكمه في الجلسه السابقه الاطلاع على تقرير الخبره اللي مشار اليه في المحضر ديال الشرطه اللي قالوا بان كان شي وقعت شي خبره تقنيه على الهواتف ديال المتهمين. اذا قصد الاطلاع على هذا تقرير الخبره المحكمة سمح باش حنا نطالعوا حنا المحامين ديال بوصفيحه نطالعوا ديال الاطراف عموما تاخر الملف في هذا السبب. انا بالنسبه لي اساسي باش نطلع عليه باش نعرف شنو فيه وديك الساعه نجاوبك ملي نطلع عليه نجاوبك. تقرير خبره تقنيه غادي تقرير خبره ديال الهواتف ديال الاطراف الثلاثه. النيابه العامه دلات بالتقرير هذا واحد رقم واحد. ثانيا النيابه العامه ردات على الدفوع ديال الفصل 66 قانون المسطره الجنائيه والفصل 72 قانون الصحافه. انا كرهن على انا كرهن على انني نقدر نقنع المحكمه بان السي محمد بوصفيحه ضحيه وبريء في هذا الملف. هذا هي المراهقه هذا هو القناعه ديالي الصميمه وغادي سنفعل كل ما ممكن باش نقنعوا المحكمه بهذه الامور بطرق علميه ماشي بالعلم. هما المتهمين الاخرين معترفين تلقائيا بانهم هما داروا هذه الامور كلها بدون علم سمعت بوصفيحه.